نتحول مشاهدينا للعريش ومراسلنا هناك محمد الخطيب ومتابعة لآخر الأوضاع والمستجدات. نعم، شكرا ليك، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النيل بالأخبار. بالفعل احنا لازلنا نتابع معكم كل تطورات القضية الفلسطينية من شأن دخول المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ولكن يعني أمس ولليوم السادس على التوالي بالفعل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية، ولأول مرة يعني منذ قيام الحرب وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإغلاق منفذ كرم أبو سالم لهذه المدة. كان هناك يوم السبت فقط، وكان هذا اليوم هو الإجازة الرسمية من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع ورفض استلام أي من الشاحنات التي يتم تجهيزها لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ولكن منذ الأسبوع الماضي وإلى يومنا هذا إلى الآن بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق منافذ كرم أبو سالم بشكل كامل أمام المساعدات. كل هذا يأتي في إطار الإجراءات التعسفية الكبيرة والتعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أمس 7 أكتوبر كنا نتحدث عن مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من خراب ودمار في جميع أنحاء القطاع. كنا نتحدث عن يعني حوالي 3650 مجزرة، أكثر من 41,000 شهيد، منهم 11,000 من الأطفال و7 من النساء و5 من الشيوخ عفوا، أكثر من 375 مدرسة وجامعة تم تدميرهم بالكامل، 175 صحفي استشهدوا بسبب جراء القصف الإسرائيلي المتعمد على الصحفيين، يعني بنية تحتية ومياه شرب وصرف صحي، 85% من الخدمات الخاصة بقطاع غزة خرجت عن الخدمة، 35 مستشفى أصبحوا غير موجودين وغير قادرين على استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين، تدمير كامل وخراب كامل بقطاع غزة، أكثر من 350 مسجد دمروا بالكامل بسبب جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ناهيك عن خروج العديد من المرافق والخدمات الطبية والمستشفيات عن الخدمة، دمار كامل وخراب في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية والتي لا تزال مستمرة ولا تزال تستهدف المدنيين والنازحين في أماكن متفرقة في قطاع غزة. أمس كان هناك أيضا تكثيف للغارات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية، وكنا على مقربة يعني أمطار قليلة وكنا نسمع هذه الانفجارات من الرابعة فجرا إلى الخامسة عصرا. كل هذا يأتي في إطار الضرب الإسرائيلي الكبير والهجمات الإسرائيلية العنيفة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الحرب. إسرائيل لم تبقي سلاح وإلا استخدمته ضد الشعب الفلسطيني وضد المدنيين العزل. إذن نحن أمام مشهد إبادة جماعية لشعب فلسطيني أعزل لا يستطيع حتى يعني أن يستطيع الحصول على قوت يومه أو حتى الإمدادات التي من المقرر أن تصل له بحكم يعني المنظمات الأممية والمناشدات الدولية. إذن مشاهد متكررة من العنف والقسوة والتعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نشاهدها يوميا ونسمع دو انفجارات يوميا قادمة من الجانب الإسرائيلي. يمكن ده المشهد لدينا إلى الآن، وإليك الكلمة. بالطبع أكيد في مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية وأيضا المجتمع الدولي لمعالجة وتخفيف نقص الخدمات والمواد الغذائية والأدوية وتوصيلها في أسرع وقت ممكن. أكيد إحنا بنتكلم على 2 مليون فلسطيني، 2 مليون فلسطيني يتنفسون من المساعدات المصرية، لا توجد هناك مساعدات غير المساعدات المصرية التي يتم تجهيزها في المنطقة اللوجستية للهلال الأحمر بمدينة العريش. هذه المنطقة التي تقوم بإعداد الآلاف والأطنان آلاف الأطنان يوميا من المساعدات الغذائية والدوائية والطبية ومستلزمات الخيام وأدوات الطهي وكل ما يخص البيت الفلسطيني، وأيضا يعني حتى يعني الزيوت
أغذية المكرونة والرز والزيت وكل أصلا ما يخص البيت الفلسطيني، ولكن عرقلة دخول هذه المساعدات تأتي من الجانب الإسرائيلي. كل أروقة معبر رفح البري شاهد على الجهود المصرية الكبيرة، سواء كانت من إنفاذ المساعدات، المراكز الإسعاف، سيارات الإسعاف الموجودة دائما، تقديم الخدمات الطبية للمسافرين الفلسطينيين يعني وقت ما كان هناك حركة عبور ودخول أفراد من معبر رفح. أيضا نتحدث عن المستشفيات في مدينة العريش والتي استقبلت المئات من الفلسطينيين، ولا يزالوا هنا يتلقون العلاج بالمجان فضلا عن المستشفيات الأخرى في بئر العبد والشيخ زويد. وكانت هناك حالات كانت تستدعي الذهاب إلى مستشفيات في القاهرة. إذن جهود مصر يعني مستمرة ومنتظمة ومتكاملة، سواء كانت على شق المساعدات الغذائية أو حتى على الشق السياسي من خلال التوصل إلى إبرام صفقة لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار وأيضا إحلال السلام في المنطقة. مصر لازالت مصر كانت ولا تزال هي العمود الفقري للقضية الفلسطينية، سواء كانت على مستوى المساعدات، المستوى الدبلوماسي أو المستوى السياسي. كل ما يخص القضية الفلسطينية من مساعدات هي مصر لا تزال ولا وكانت ولا تزال أيضا هي العمود الفقري لإتمام هذه الصفقات. إذن نحن أمام يعني موقف كبير من الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى، وكانت هي الداعم للقضية الفلسطينية ليست فقط في هذه الأزمة ولكن على مدار عقود من الزمان، كانت هي الداعم ولا تزال أيضا هي المستمرة والساعية في إنفاذ هذه أو إبرام الصفقات لوقف الحرب على قطاع غزة وإنقاذ المدنيين الذين يستشهدون يوميا. أشكرك محمد الخطيب، كنت معنا من العريش.